قتلتك خضراء الدما ونسيت نفسك والزمن. يا صاحي اذكر موقفا يندي السريرة والبدن. فتنتك خضراء الدما ونسيت نفسك والزمن. يا صاحي اذكر موقفا يندي السريرة والبدن. من سوف يشفع للذي نسي الحساب وضاع من؟ اسأل إلهك ستره ويقيك من شر الفتن. ترك الحبيب محجة بيضاء حاشا لم تشن. الليل مثل نهارها هدي النبي المؤتمن. اسأل إلهك ستره ويقيك من شر الفتن. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عندما تجلس مع الصغير والكبير لا تجد إلا قليلا من الناس في حالة رضا، يعني الناس في حالة سخط. الولد حبيبي إيه رأيك في أبوك وأمك؟ أبوي عصبي للنهار وأمي كل شوية صلي صلي ذاكر ذاكر البس احلق شعرك اعمل مش عارف ايه ما تمشيش مع فلان ما تروحش عند عقالك ما تزور عمك سبحان الله. وتسأل البنت يا بنتي ايه رأيك؟ انا مش عايز اكون زي امي. امي ده من ساعة ما لبست الحجاب وهي عاملة روحها شيخة الاسلام واحنا بصراحة مش متحملينها في البيت. سبحان الله لا اله الا الله. تسأل الاب ايه رأيك في العيال؟ دول عقيل ومتمردين ومتعبين احنا ما كناش كده مع ابائنا وامهاتنا. تسأل الام كيف حالك يا ام عباس؟ ام عباس برضو نفس الحكاية زعلانة وسخطة من الزوج ومن اهله وسبحان الله من اخواته ومن عيالها ومن البيت. الله متى نصل الى حالة الرضا؟ سبحان الله. الم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انت آمن غيرك خائف، انت قاعد في بيت غيرك في ملجأ في هواء مكيف والتاني قاعد مسكين تحت حرارة الشمس او تحت صقيع الشتاء. عند اولادك سبحان الله الملابس شتوي ولابس صيفي هو ما عندوش سبحان الله ولا يملك ان يأتي. عندك الطعام في البراد بتاعك وفي الديب فريزر ولا التعلب فريزر بتاعك ده مليء بأطعمة تكفي سنتين لقدام وبرضه نفس الحكاية. والعيال يقعدوا على المائدة ايه ده هو كل يوم لحوم كل يوم دجاج؟ لا حول ولا قوة ده يا ابني ده فيه فقير لا يأكل اللحم إلا من العيد للعيد. وفي ناس سبحان الله لا مش بالسهولة وفي ناس بيأكلوا من عزكم الله من القمامة وكلنا هنحاسب يوم القيامة على هذا. لماذا السخط؟ اسأل مدير المدرسة ايه رأيك يا أستاذ في المعلمين اللي عندك؟ يا ستير يا شيخ عمر يا الله المعلمين دول ما يتقل ياخدوا مرتبات من هنا ما فيش. ويسأل المعلمين عن المدير المدرسة ايه رأيكم في الأستاذ فلان مدير المدرسة؟ أعوذ بالله من غضب الله يا شيخ ده والعياذ بالله. تقول أمه ولدته ابن سبعة، عندنا في مصر ابن سبعة يعني عصبي يعني ينزل بعد 7 شهور ينزل متوتر وعصب. معرفش هل هو كده ولا مش كده، هل هي قضيه علميه نبقى نسال فيها الاطباء بعدين. المهم فلا يتحملوا عصبيته وبعدين على اتفه الاسباب يؤنبنا ويصغرنا امامنا. طيب وايه رايك في التلاميذ؟ اعوذ بالله يا شيخ. طب انا عايز الاقي واحد راضي يقول الحمد لله الذي اعطانا وكفانا واوانا واكرمنا بالاسلام. والام تقول او الزوجه تقول الحمد لله والله ما كان يتحمل العصبيه بتاعتي وتقطيب وجهي ده الا هذا الزوج الكريم. والزوج يقول ايه؟ والله كتر خيرها واخده بالها من العيال رغم ان انا امكانياتي محدوده ولكن هي صابره ودايما تقف بجواري. يعني ندخل على مساله الرضا. ومن امسك الله يرحم امي رحمه الله عليها كانت تقول يا ولدي اللي يقف على باب يعطى مفتاحه. كيف يا امي؟ كنا صغار ما نفهم ما لا نفهم. فكيف يا امي؟ تقول يا ولدي اللي يقف على باب الرضا ربنا يعطيه مفتاح الرضا، اللي يقف على باب السخط ربنا يديه مفتاح السخط. كما كيفما تكون انت عايز تقف على اي باب؟ من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. انت عايز ترضى ربنا هيرضيك سبحان الله. يعني الصالحون من عباد الله لا يرى الشوكه وانما يرى الورده سبحان الله. واذا راى الشوكه يرى الندى فوق الورده اكليله فيستمتع بالحياه.
قال السماء كئيبة وتجهما. قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. سبحان الله. وهذا الشاعر متفائل قال ايه من حالة الرضا؟ قال يا رفيقي نحن من نور الى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الفجر اتينا، اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل اين؟ ان نور الله في قلبي وهذا ما اراه. يعني هو شاف الصورة الجميلة للحياة، شاف سبحان الله انه امس امن في سربه وانه معافى في بدنه. كم من اناس في المشافي يبحثون لهم عن علاج، سبحان الله نسأل الله ان يشفي كل مريض. سبحان الله عنده قوت يومه. يا اخي سبحان الله ماذا تريد من الدنيا؟ انت فيها معافى مؤمن، سبحان الله رزقك يأتيك رغدا من فضل الله سبحانه وتعالى، عندك الاولاد، عندك البنات، عندك زوجة، عندك بيت، سبحان الله عندك صحة، تستطيع ان تقفز في الحافلات والمواصلات العامة وتتمشى وتستمتع بهذه. مش 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 الرسول صلى الله عليه وسلم لما علمنا عندما نستيقظ الحمد لله الذي احيانا، بنحمد الله عليه ان اعطانا يوما زيادة في الحياة. اليوم الزيادة في الحياة يستوجب الشكر، فيجب ان نشكر رب العباد، ومن شكر فله المزيد من الله سبحانه وتعالى، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ربنا غني، لكن انت يعني الزم جانب الشكر، يعني حتى ان اصابتك مصيبه، من اصيب بمصيبه فصبر كان له الاجر وقد نفذ امر الله، ومن اصيب بمصيبه فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ امر الله. طب يا اخي امر الله نافذ، فتجمعش على نفسك مصيبتين، مصيبه الفقر او الغلاء ومصيبه السخط. لا لا بالعكس، اكسب الثواب في مساله الصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبرنا جميعا. حتى يا ابنتي أنت أيتها الزوجة، رزقت بزوج عصبي، زوج بخيل، أمرك إلى الله، وعندك عيال، ما عندك إيش عمل تستطيع، خلاص خليك في, في, في بيتك لغاية يجعل الله لك سبيلا. وأنت يا ابن الحلال ربما دخولك الجنة عن طريق هذه الزوجة النكدية، كل ما تنكد عليك تقوم تصلي، كل ما تنكد عليك تروح تصلي في المسجد. احمد الله، انظر في المصيبة أنها نعمة. نسأل الله أن يجعلنا من الراضين، ولا يجعلنا من فريق الساقطين. آمين يا رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فتنتك خضراء الدمن، ونسيت نفسك والزمن، يا صاحي اذكر موقفا يندي السريرة والبدن. فتنتك خضراء الدمن، ونسيت نفسك والزمن، يا صاحي اذكر موقفا يندي السريرة والبدن. من سوف يشفع للذي نسي الحساب وضاع من؟ اسأل إلهك ستره ويقيك من شر الفتن. ترك الحبيب محجة بيضاء حاشا لم تشن. الليل مثل نهارها هدي النبي المؤتمن. اسأل إلهك ستره ويقيك من شر الفتن.